dernière fois, vous avez appelé des gens, des agriculteurs, à se liguer en coopérative. Et vous êtes en train de développer ce discours. Quelles sont les démarches qui ont été entreprises? Quels sont les premiers résultats? Ou bien qu'est-ce que vous attendez de ce... ظن كل ما يساعد اليوم أننا يكون عندنا عمل مدمج بين مختلف المنتجين، سواء كان في إطار تعاونيات، في إطار أيضا مجمعات، في إطار شركة أو صناعة اللي تلعب في دور هذا تجميع الفلاحين وتجميع المنتجين حوله، كما شفنا هنا في الاستثمار الخاص بالدواجن. كل يوم هيكل اللي يقدر يلعب هذا الدور نظن يلزم نشجعه، وهذا يسمح اننا يكون عندنا اندماج وانتاج قوي. لازم نركز على كل الموارد المائيه اليوم اللي نقدر نستغلها، سواء كانت سطحيه ولا جوفيه. المناطق مختلفه، هنا رانا في باتنا، ربما هنا رانا في منطقه وين نقدر نستعمل المياه في اطار برنامج تهيئه هذا المحيط. ممكن تروح للجنوب، كاين ايضا مياه سطحيه اللي نستعملها ربما في منطقة سهلية. احنا يلزم في كل منطقة نلقى الحلول. كاين هنا مناطق جبلية يستعملوا الساقية في الكثير من الأحيان. وين نروح؟ يلزم نستعمل كل الإمكانيات الموجودة لرفع المساحات المسقية سواء بصفة كاملة، ولكن أيضا نحافظ أيضا على هذه الموارد، لأن اليوم كاين تقنيات تقطير، كاين تقنيات اللي تسمح أننا بنفس كمية الماء نسقي مساحة أكبر. كل هذا العمل يجب نقوموا به بالتنسيق مع أيضا وزارة الموارد المائية، وإحنا نظن سيكون فيه جديد في هذا المجال، خاصة في البرنامج الدبلوماسي. الكل يجب يتلم حول هذا الثلاث أو ربع محاور أساسية اللي هما الاستثمار المدمج، الماء، التكنولوجيا نظن العصرية. هذوما اللي راح يخلوا نظن القطاع يتطور، مختلف المتدخلين في انتاج نوعي في هذا المجال. معليش، وين كان في هذوما الربع ركائز الهامة حولها اللي نبني اقتصاد فلاحي مدمج وقوي. طيب وين كان فيه عدم؟ وين كان فيه عدم؟ ما هي La dernière fois, vous avez appelé des gens, des agriculteurs, à se liguer en coopérative. Et vous êtes en train de développer ce discours. Quelles sont les démarches qui ont été entreprises? Quels sont les premiers résultats? Ou bien qu'est-ce que vous attendez de cela? في إطار أيضا مجمعات، في إطار شركة أو صناعة اللي تلعب في دور هذا تجميع الفلاحين وتجميع المنتجين حوله، كما شفنا هنا في الاستثمار الخاص بالدواجن. كل يوم هيكل اللي يقدر يلعب هذا الدور نظن يلزم نشجعه، وهذا يسمح أننا يكون عندنا اندماج وإنتاج قوي. لكن كان في بعض الاحيان تكاليف، كان في بعض الاحيان هما يختاروا كما اليوم ولا نهضروا على ندخلوا في تفاصيل، وما يحبوا لي كان في التقديرين اللي يتبدلوا كل عام ولا يتبدلوا كل عامين، لان نظام السقف بالتقدير في بعض الاحيان كيكون كامل، هو استثمار شامل من لا سيت دو بوم حتى اشياء اللي تقدر تكون هنا 15 سنة ولا على الأقل 10 سنوات. ربما كاين فيه حوار لازم يكون بيناتنا باه نلقاو أشياء اللي تتلائم مع الممارسات اليوم الميدانية.
المساحة هي 3 ملايين هكتار كل عام اللي نقوموا به ويقوموا الفلاحين بهذا العالم عمليات حول الحرث والفضل. نظن حابين ربما هذا فيما يخص الحبوب، حابين أيضا نوسعوا البعض من الأراضي لأيضا إنتاج العلاف، لأن هذه المنطقة معروفة بإنتاج العلاف، ونقدروا نظن بهذه الكيفية ننكثفوا أيضا إنتاج الحبوب.